الحمد لله على سلامتك. وحشتني موت. كنت هتجنن من غيرك يا ودني. تتجنن مامتك دي ربت لنا الخفيف. انت عارف لو سافرت تاني وسبتها انت حر بقى. لا كنت وحشني قوي. وانت كمان يا ماما، كلكم كنت وحشني. يا خراب، اوعى تسافر تاني. لو سافرت انا هسافر معاك، شيل لك الشنطه، اعمل لك اي حاجه، ماليش دعوه. يا سلام، ومين هيسيبك تسافر؟ مشاهدينا الكرام، بنتوقف معكم في هذه الفقره مع موهبه رياضيه شابه حققت انجاز في مجال لعبه الكاراتيه. هذه الموهبة هو بطل رياضي شاب، بيسعدنا انه يكون معنا النهارده في الاستوديو، البطل تامر سالم. بنرحب بيك معنا تامر. اهلا بيك، متشكرة. تامر، يا ريت في البداية تحكي للسادة المشاهدين عن رحلتك مع الكاراتيه، وخصوصا ان احنا عارفين انك مارست الكاراتيه من فترة قصيرة، حوالي سنة وكم شهر. فهل يعني فترة قصيرة زي دي بتقدر تصنع فعلا بطل في لعبة زي دي؟ والله هو التمرين المتواصل والتدريبات والاحتكاك المستمر ممكن يصنع بطل في كل لعبة. والفضل في ده والله يرجع للكابتن بتاع الكابتن الكبير قوي محمد الأصيلي، هو اللي خلاني أوصل للمستوى اللي أنا فيه دلوقتي، وساعدني بتدريبات متكثفة إن أنا أحقق بطولات كبيرة قوي. تامر، يمكن الكاراتيه كلعبة من لعبات الدفاع عن النفس، وهي طبعا رياضة عنيفة إلى حد ما. هل أنت اضطريت تستخدم هذه الرياضة في أحد المواقف اللي واجهتك؟ لا، والحمد لله لغاية دلوقتي لا. بس يعني اي رياضه بتدي ثقه في النفس وهدوء اعصاب، وانا الحمد لله لغايه دلوقتي ما عملتش اي موقف يخليني استخدم الكاراتيه في حياتي الخاصه. تامر، احنا عارفين انك انت متفوق جدا في دراستك، فازاي قدرت توفق بين دراستك وبين ممارستك للعبه الكاراتيه وسفرك بره؟ هو الفضل في ده يرجع لوالدتي، هي بصراحه اللي بتنظم لي وقتي ما بين الكاراتيه والتدريبات والسفر والمذاكره يعني. طب لو انا طلبت منك تشرب حاجه يا جدو. هو ده يا بنتي وقت اكل ولا شرب؟ خلاص انا اخش اعمل لنفسي قهوه، احسن عندي صداع هيفرتك دماغي. رائع، نجح بين الجمع بين التفوق الدراسي والتفوق الرياضي. هو انا بنصح كل شاب ان هو يتعلم رياضه، لان الرياضه بتدي ثقه في النفس وصحه في نفس الوقت، واحنا كلنا عارفين يعني ان العقل السليم في الجسم السليم. احنا يا تامر دلوقتي معانا تليفون من سياده وزير الشباب. اهلا بحضرتك يا فندم معانا في برنامج مساء الخير. اهلا بيكم، وانا من خلال برنامجكم بنقل تحياتي وإعجابي لكل بطل رياضي مصري رفع اسم بلاده، وبهني بعثة الكاراتيه المصرية اللي لسه راجعة من الأردن بإنجازاتها الكبيرة، وبرسل تهنئة خاصة للناشئ البطل تامر سالم. شكرا يا سيادة الوزير. وأنا في الحقيقة عاوز أقول إن طريق الرياضة المصرية للعالمية يبدأ بالاهتمام باللعبات الفردية. تم البدء في مشروع إعداد البطل الأولمبي لدورة 2008، وحيتم كمان البدء في المشروع القومي للناشئين اللي خصص له مبلغ 5 مليون جنيه، وخلاله حيتم اختبار 670 لاعب موهوب على مستوى الأندية ومراكز الشباب لضمهم للاتحادات الرياضية وإعدادهم للبطولات الدولية خلال عامين. دي أخبار عظيمة جدا سيادة الوزير، ويمكن دي خطوة مهمة جدا في طريق اكتشاف النجوم وأبطال كل الألعاب والرياضات. بس الحقيقة إن الخطة الضخمة دي محتاجة لمصادر تمويل ذاتي، لأن طموحاتنا تفوق إمكانياتنا، ومن هنا بتيجي ضرورة البحث عن رعاة للأبطال والبطولات من الشركات الكبيرة ورجال الأعمال للمساهمة في خلق جيل رياضي يحمل اسم مصر. احنا في نهاية هذا اللقاء الحقيقة لا يسعنا إلا أن نشكر سلوى. أمرك يا دكتور خالد. ابعتي لي الأستاذ نظمي مدير العلاقات العامة بالنسبة حصوله على ميداليتين ذهبيتين في بطولة الشرق الأوسط الدولية للكاراتيه. مزيد من التوفيق إن شاء الله والنجاح يا تامر، مزيد من الميداليات الذهبية، ونتمنى نشوفك إن شاء الله في لقاءات قادمة. كريم بي على التليفون. طب حاولي هولي. ندعوك الآن لفقرة خارجية وهي فقرة علاجية. أهلا كريم بي. من إعداد وإخراج. لا طبعا ما نسيش الاجتماع. أنا عندي محاضرة هخلصها وأفوت عليكم. مسافة السكة وأكون عندكم. أنا فخورة بيك جدا يا حبيب قلبي. ربنا يحميك يا رب. اهلا اهلا مدام فاتن. اهلا بيك، نورت المكان، اتفضلي. متشكره قوي. اشربي ايه حضرتك؟ انا قهوتي مظبوط.
قهوة مظبوط مع النسكافيه بتاعي سوا. أمرك يا دكتور. خير يا دكتور. خير إن شاء الله. أولا أنا بحيي أمة مصرية عظيمة. شكرا قوي. وبعدين لازم أقول لك كمان إن أنا جمعت معلومات كتيرة عنك بعد اهتمامي بموضوع تامر، وما استغربتش لما اكتشفت إن أم بطلنا الصغير هي نفسها الموظفة الشريفة اللي رفضت رشوة كبيرة رغم دخلك المحدود. أنا سعيدة جدا إني بسمع من حضرتك الكلام ده. الحقيقة أنا عندي أعمال كتير واشتغل فيها موظفين كتير، بنتج وبصنع وبدفع الضرائب اللي عليا للحكومة، وفي لحظة لقيت إن كل ده مش كفاية. أمال إيه؟ إيه اللي كفاية يعني؟ شكراً. أنا هقول لحضرتك إيه اللي مش كفاية، بس الأول لازم تعرفي إن مصر زمان طلعت أبطال رياضيين على مستوى العالم زي صالح سليم مثلا، مايسترو الكرة المصرية، ولا عبد اللطيف أبو هيف سباح القرن، خضر التوني في رفع الأثقال. لكن بعد ما الأوضاع الاقتصادية اتغيرت قل اهتمام المدارس بالألعاب الرياضية، وعليه تراجع دور مصر العالمي إن هو يطلع أبطال رياضيين تانيين وخصوصا في الألعاب الفردية. بس دي مش مهمة الحكومة بس، في جميع بلاد العالم حتى الأكثر ثراء وتقدم في مجموعات خاصة، مؤسسات، وفي رجال أعمال كل مهمتهم إنهم يدعموا ويصونوا من الأبطال والمواهب الرياضية وبيرعوها لغاية لما يخلقوا منهم أبطال على مستوى العالم. كلام جميل جدا، وياريت كل الناس اللي في موقعك او اللي زيك يفكروا زيك كده. والحقيقه بصراحه انا عاوز اتبنى تامر رياضيا، ومش تامر بس، انا عاوز اتبنى مجموعه كبيره من المواهب، عاوز اخلق جيل جديد رياضي على مستوى العالم. ايوه بس انا مش فاهمه يعني حضرتك عايز تتبنى تامر رياضيا ازاي يعني. هقولك، يعني انا هجيب له احسن مدربين الكاراتيه اللي موجودين، وحيمشي على برنامج تدريبي على أساس علمي، وطبعا كل المصاريف دي على حساب المجموعة، ولو احتاج الأمر إنه يسافر بعثة بره أنا مش هتأخر. حضرتك فاجئتني بالحكاية دي ومش عارفة أقولك إيه. أظن ده عرض ما احتملش الرفض. أيوة بس أنا محتاج أخد رأي تامر، وأنا كمان أفكر شوية. يا مدام فاتن، ابنك موهبة رياضية عظيمة، وأنا قدامي تقارير هنا بتقول ان لو تم رعاية تامر هيبقى من اهم ابطال الكاراتيه في العالم، وبعين المؤشرات بانت اهي في بطولة البحر الابيض المتوسط تامر رجع لنا ميداليتين ذهب، وانا الحقيقة عاوزه يستعد من دلوقتي ويتمرن بكثافة عشان يشترك في بطولة العالم الناشئين اللي هتقام في اليونان. انا فخورة جدا بوطنيتك وسعيدة باهتمامك بتامر وبشكرك عليه، يا ريت كل الناس زيك. اظن بقى ان وطنيتك مش اقل من وطنيتي. بس برضو هحتاج لوقت افكر فيه بعد اذنك وهرد عليك. خلاص يا فندم، وانا هحترم اي قرار حضرتك هتاخديه، لاني عارف في النهايه هتختاري مصلحه تامر ومصلحه بلدنا. هو ده اللي مخليكي قاعده معصبه من بدري؟ الله، اكيد المحكمه شافت انه ما يستحقش السجن وانه بريء. يا سيدي مش بريء. بص يا رياض، احنا شغلنا اصل احنا مش دكاتره، احنا طبيعه شغلنا عندنا ثغرات كتيره جدا، هو عارفها وحافظها كويس قوي، كل مره بيطلع منها زي الشعره من العجينه. طيب ممكن تهدي. ايه رايك في الكارت؟ كارت ايه؟ مش فاهم. كارت فرح، باخد رايك فيه. شيك طبعا وجميل. طب كويس، ذوقنا طلع زي بعض، ما اختلفناش. ذوقنا طلع زي بعض. وصلا انا مش فاهمك، انت ساعات بتتصرفي زي ما نكون. وصلا انا لازم اتكلم معاكي بصراحه. طب وانا سامعاك. انا ما انكرش ان انا بتعلق بيكي كل يوم اكتر من اللي قبله، فعلا ما بقتش قادره استغنى عنك، حبك كل يوم بيزيد جوايا.
طب ليه زعلان كده يعني؟ انت زعلان انك بتحبني؟ انا كنت بنام بعد ما اخلص شغلي زي القتيل، دلوقتي ما بقتش اعرف انام من كتر القلق والتفكير. على ايه ده كله عامل في نفسك كده ليه؟ وصال ممكن افهم اخرة حبنا ده ايه؟ والله ده سؤال المفروض انت اللي تجاوب عليه مش انا. بصراحة انا شايف ان احنا لازم نسيب بعض. نسيب بعض؟ ايوه وصال، كل ما الوقت بيعدي بيبقى قرار اصعب، كل شوية بنتعلق ببعض وانا ما بقتش عارف اعمل ايه. ارجوك يعني حاولي تحط حد معايا للي بيحصل ده. وصال انت ساكتة ليه؟ ما تتكلمي. ما انا بسمعك اهو. وصل أرجوك حاولي تفهميني بعقلك مش بقلبك. أنا مش بتهرب منك أو مش عايز أتجوزك، بالعكس، بس أنا ما أقدرش أعيشك في المستوى اللي أنت تعودت تعيش فيه. أنا ما أقدرش حتى أجيب لك شقة إن شاء الله أوضة وصالة في حي شعبي. أرجوك حاولي تفهميني، حاولي تساعديني إن أنا أخد القرار ده. أنا هساعدك فعلا، بس مش على إنك تاخد القرار ده.